مهرجان الجاز ده الدورة الثالثة على التوالي، بنستضيف فيه فرق مختلفة عن كل سنة. السنة دي بنستضيف فرقتين من أمريكا وفرقة من هولندا وفرقة من أسبانيا، بلس الفرق اللي بتشارك معانا من مصر زي نسمة محجوب وفرقة نوران أبو طالب وفرقة بيج باند. الهدف من المهرجان ده ان هو بي بي بيخلق نوع من التعاون بين الفرق الأجنبية دي والفرق المصرية من خلال ورش عمل بتتعمل، وفي الآخر بتبقى في حفلة منها كل فرقة بتعرض الموسيقى بتاعتها مع نتاج الورشة اللي بيبقى موجود على مدار اليوم. حسناً، استعدينا لحفلنا سوياً أنا ونسمة عبر ورشة عمل في الإسكندرية منذ يومين. هذه الورشة اعتمدت بشكل أساسي على تجارب موسيقية حرة، وكذلك إعادة توزيع أغنيات وموسيقى مختلفة، وقد تم ذلك بحضور بعض الطلاب، كما قمنا بتجارب على بعض الأغاني والتي أعددناها موسيقياً بشكل مختلف يجمع بيننا. اتقابلنا تقريبا من يومين انا والبيج باند، ورجعنا على كام اغنيه كده مع بعض وجربنا حاجات وعملنا شويه مزيكا، فطلعنا ناتج يعني الحمد لله حلو قوي. وامبارح كانت الحفله بتاعتنا في مكتبه اسكندريه، والحمد لله عملت يعني نجاح مش طبيعي يعني الحمد لله، بالذات الحاجات اللي احنا اشتركنا فيها مع بعض في اخر الحفله. فطبعا شيء يشرفني ان انا بلعب معاهم، هم ناس جميله وفنانه جدا وعارفه مزيكا قوي، فده بالنسبه لي انا خطوه جميله انها تبقى موجوده عندي.